سمعت يا دكتور، انا عنده طفل عنده 9 سنين حاليا. هو كان من قيمة سنة ونص كانت بتجيله كهرباء زيادة في المخ، وكان عنده تشنجات كانت بتجيله على عبارة عن تشنجات يا دكتور. تمام. فقعدنا أكتر من سنتين وإحنا أو 3 سنين كانت بتجيله الحالة على طول. كان لو جسمه الحرارة ارتفعت شوية كان بتجيله الحالة، لو شوية برد كانت بتجيله الحالة، كان أي يعني مرض عابر كان بتجيله الحالة على طول. وجينا من قيمة 3 سنين كده الحمد لله ربنا كرمنا ما بتجيلوش الحالة خالص، أو من قيمة سنتين ونص بس بطلنا العلاج احنا مننا نفسنا كده يا دكتور. تمام. فبرضه نسبة الذكاء عند الطفل يعني في المدرسة، هو في تانية ابتدائي تالتة ابتدائي، بس ان هو مش مستوعب يا دكتور ان هو مثلا القراية والكتابة، ويعني نسبة الذكاء عنده قلت بمعنى أصح. تمام. يا ترى حضرتك بتنصح بإيه؟ حاضر، هجاوب حضرتك. تمام، شكرا لك يا دكتور. هو الحقيقه طبعا هنا واضح ان في عندنا تاخر في التحصيل الدراسي، وتاخر التحصيل الدراسي هنا ممكن يبقى ليه اكتر صعوبات من تعلم مثلا. بيبقى ليه اكتر من سبب. السبب الاولاني انه يكون الطفل نفسه تاثر سلبا بوجود الكهرباء والتشنجات اللي كانت بتجيله في السنين الاولى من العمر، او يكون تاثر بالدواء نفسه اللي خده، يعني الدواء نفسه اللي خده اثر عليه سلبا. ادويه التشنجات بيكون فيها مثلا ليها سايد افكتس معينه بعد كده بتظهر للطفل لما يكبر؟ ممكن طبعا، يعني ممكن، يعني مش لازم كلها، لكن في بعضها ممكن بيبقى ليه بعض الاثار خاصة الجانبيه. لو جرعات عالية. لو الجرعات عاليه طبعا بتزيد فرصه ان يكون الاعراض الجانبيه اكتر. فطبعا هنا احتمال ان يكون التشنجات نفسها واضطراب كهربيه المخ هو اللي اثر عليه، ممكن يكون الدواء نفسه هو اللي اثر عليه سلبا، او ان يكون في عندنا اصابه تانية بقى لازم هنا يتعمل تشخيص. اشعه على المخ عشان نعرف بالظبط هل في عنده اصابه تانية بالمخ هي اللي تكون مأثره عليه سلبا. يعني يكون الاصابه التانية دي هي اللي عملت نقص او اضطراب كهربية المخ، وهي اللي عاملة صعوبات التعلم ضعف والتحصيل. التحصيل الدراسي.